2014 احنا انا مبسوط ان هي ماشيه، ما كانش فيها خير كتير ولكن كان فيها شر كتير. شر طال ثوره يناير، ثوار يناير ما حدش يقدر يطول الثوره ولكن طال ثوار يناير. ثوار يناير احنا السنه بتخلص، كان نفسنا نكون موجودين نبتدي مع بعض سنه جديده لمصر. في النهايه هم اسرى نظام، يعني انا مش عايز اقول ان هو احتلال ولكن نظام غاشم ديكتاتوري. بتمنى ان هو يعيد النظر تاني ويضم الشباب دول، لانهم شباب كل هدفهم حب مصر ورفعة مصر، واتمنى ان هو يضمهم تاني في سنة 15. اتمنى 2015 ان 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 يبقى في شفافيه اكتر، ان كل واحد يعرف شغله كويس، ان الاعلام بالتحديد الاعلام، انا بعيد تاني، الاعلام يعيدوا النظر في سياسات القنوات العامه والخاصه، القنوات الحكوميه والقنوات الخاصه. اللي احنا فيه ده مهزله اعلاميه بتدفع ثمنها مصر، هتدفع ثمنها لقدام كتير. الشعب اللي هو بيغيبه النظام الاعلامي او المستوى الاعلامي اللي احنا وصلنا له ده هيعود علينا بالضرر كبير جدا جدا. واتمنى من القياده السياسيه ان تعيد النظر في السياسه الاعلاميه. مش عايز اسمع الناس اللي يقول لك ما فيش تدخل، لا، لما يبقى في اسفاف ولما في تغييب يبقى في تدخل. شبكه يقين اعتقد ان هي اتمنى ان هي تستمر وعلى المانويل ده في وسط الظلام الاعلامي اللي احنا فيه. اتمنى ان شبكه يقين تنمو وتستمر، لان دي رئه اعتقد ان احنا محتاجينها جدا جدا.